أهلا بكم، ونبدأ بالشأن السوداني، حيث أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على كل المناطق التي سيطرت عليها قوات الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في تسجيل صوتي إن متمردي الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا النائب الأول لرئيس الحركة ظنوا خلال الفترة الماضية أن انشغال الجيش بمحاربة المتمردين في الخرطوم ودارفور سيجعلهم يهاجمون مناطق في ولاية النيل الأزرق ويسيطرون عليها.